عرف فيك اولا، عرف نفسك. محمد نصر عثمان من اسيوط يا باشا. ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت واقف هنا تمام حوالي الساعه مع الساعه 9 ونص تمام. القطر اساسا جاي من هناك تمام، جاي سريع من هناك تمام، والقطر اساسا كان مدخن من هناك هو جاي يعني هو القطر فيه دخان عالي وهو جاي تمام. بس والاثر اللي حصل قدامك انت كنت واقف بنفس الوقت، كان جوه القطر، كان جوه القطر ما نطش منه. لا لا بس كان جوه القطر. طيب بعينك عدد او ايه اللي حصل اول ما الجرار ده خبط؟ خبط في دخل في الرصيف هنا، طلع فوق الرصيف بقى القطر مدخن وولع. الناس كانت موجوده على الرصيف، الناس كانت موجوده على الرصيف، كان في ناس موجوده على الرصيف. ما شايفينش سرعه الجرار وهو جاي من بعيد وجريت على سرعه كانه مش جاي واقف على هو كان جرار ولا قطر؟ كان جرار ولا قطر يا برنس يا باشا؟ جرار ولا قطر اساسا؟ هو قطر اساسا، جرار بس مش قطر. ما كانش عدد المصابين كام؟ الناس اللي اتصابت وال تقريبا 15 ده مصابين ومتوفين ولا مصابين بس؟ متوفين في حدود بتاع 15. طب المصابين؟ المصابين يعني عدد كتير، اصابات خطيره ولا ايه؟ يعني حاجه خاصه كده، حالات وتعويض والكلام ده. شكرا. كتير صراحه، يعني اول ما دخلنا قبل ما الاسعاف تيجي كانوا مركبينه معايا على جنب البياعين، والشرطه كانوا عاملين يشيلوا فيهم ويحطوهم على جنب هنا. كانت الجثث كتير صراحه. كان فيهم اطفال الجثث؟ فيهم اطفال. فيهم قد اطفال قد ايه؟ قد ايه اطفال؟ معرفش والله، احنا كنا ملهيين في حكايه الاطفال مع البياعين وبتاع، ما شفتش. طب والجرار كان لوحده ولا معاه عربيات؟ لا كانت معاه عربيات، هم سحبوا العربيات في ساعتها. يعني الجرار كان معاه عربيات؟ هم سحبوا العربيات. سحبوا العربيات على طول في ساعتها. الراتور على ضريبه وراح دخل في المدنة، لما دخل في المدنة راح الناس بقى كانت بتخبط، الخط المتحط راح كل ده مات، بيقول انا راح مولع فيه، فما اكثر من 100 واحد مصابين بقى وبس. هو القطر كان ساحب عربيات وراه ولا جاي؟ لا لا ده كان فاضي، جرار كان الجرار بس، جرار بس. كان موجود في القطر ولا نط؟ السواق محدش شافه بصراحه، لان هو كان السواق جرار ما تشوفش حد فيه، جرار بسرعته بقوته ما كنتش اشوفه. يعني الناس اللي ماتت دي كانت موجوده، الناس اللي ماتت دي كانت موجوده على الرصيف؟ انا موجودين ميتين يعني. لا هتهزوه.